مش بتكلم على ابويا لوحده، انا بتكلم عنك انت كمان. انا يا ادم امسكوني. مفيش حد في الدنيا اكبر من القانون. لا في انا مؤقتا، مؤقتا جايز بسبب ظروف، جايز بسبب فساد، جايز، لكن مفيش حاجه من دي بتدوم، واللي بيدوم وينتصر في الاخر هو القانون. يوه اهو ده عيب مدرسة الحقوق، بتعلم كل فلسفة. تعلم الحق يا جدي. يا جدو احنا مفيش حد معانا دلوقتي، واسمح لي انا الصغير انصحك واقول لك تسيب الشغلانه دي، اشتغل اي حاجه تانية، مقاول، رجل اعمال، تاجر. طب ما انا تاجر. تجاره ضد الناس، ببيع لهم السعاده. بتبيع لهم الموت. انا ما بضربش حد على ايده واكتفه واغصب عليه يشد النفس، هو اللي بيشده بمزاجه. لكن النفس ده حرام وانت بتبيعه. مين اللي قال لك حرام؟ الشريعه. ربنا ما حرمش غير الخمر. ربنا حرم اي حاجه تذهب العقل، الخمر، الحشيش، واي اختراع تاني يظهر ولو بعد 1000 سنه اذا كان بيذهب العقل، يعني يغيب الناس عن وعيها. بقول لك ايه، انا مش بعلمك يا واد عشان توعظني، حتى لو الحشيش ده طين احنا اتولدنا فيه وتربينا فيه وعملنا منه دهب وهو عملنا بني ادمين. بني ادمين؟ فكرتني بصاحبه القهوه اللي سالتني اذا كنت صحيح شايف هنا بني ادمين. في حد هنا؟ لا، سافرت بينظف القهوة. طيب اشرح لي ما عاوزك ضروري. عايزني في ايه؟ مفيش حاجة جديدة. كل اللي بيحصل ده ومفيش حاجة جديدة. وحد يجي الساعة دي يا نايل على عينك؟ أنا المعلم لما بيديني أمر ما ببصش في الساعة. طيب عايزني امتى؟ دلوقتي حالا. جالك كلام يا معلم خليل؟ هادي مدبولي. اذكر الله وصل على النبي. مش دي ورده؟ لا هتكون مين يعني؟ وسايب الغرزه وراح فين السعاده؟ السعاده وغير السعاده بانها مخاويه بره البطنيه. روح انت وراها اعرف لي حكايتها. سيبنا انا مدبولي عنايه.